الماتش بتاع اوليفيا ما كانش اسهل حاجه خالص. هو خلص 3-0، بس هي لعيبه كويسه، ويمكن ده من احلى السيزون اللي هي بتلعبها، وعملت ابسيتس كتيره، ولسه لاعبين فاينل الاسبوع اللي فات، فطبعا بتبقى مباراه صعبه، بس الحمد لله انا قدرت افوز 3-0. يعني انا الحمد لله كنت جزء من البرزنتيشن اللي الحمد لله قدرنا بيها نخش الاولمبيكس، فده طبعا كان شرف ليا كبير قوي. حابه اكيد ان انا اولا اشارك فيها، ويا رب ان شاء الله يعني ميداليه يعني اولمبيه، يا رب ان شاء الله، ده حلم لاي لعيب سكواش، ويعني ان شاء الله هي شكلها بعيد، بس هي 4 سنين مش 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 بعيده يعني، خلاص يعني الواحد بيحضر قبليها بسنتين او كده، فان شاء الله يعني ابقى جزء من الاولمبيكس اللي جايه يا رب ان شاء الله. بالعكس انا بحس ان دي حاجه حلوه للعبه بتاعتنا، هي ملهاش علاقه بس بالاولمبيكس، احنا بقالنا فتره من قبل حتى ما سكواش يخش الاولمبيكس، وعندنا لعيبه كتير جدا من بلاد تانية بتنافس وجامدين جدا، ده بالعكس ده بيخلي يبقى احنا كمان نعلي مستوانا. بس لو بصينا على الارقام وكده، احنا ستيل المصريين من اقوى لعيبه يعني في السكواش، وفي اجيال طالعه كويسين جدا برضو، فالحمد لله لا احنا لسه في الحته دي كويسين يعني.